وانت دومي كذي يبكي يا شين هالشوفة من الصبح. أبي منك شغلة تسويها واللي تبيه أعطيك إياه. أوه، هذا شيء جديد. غنيمة درت على موضوع نبيل وتهددني في نبيل. وهذا أنت بخور سوق، كل ما انضحك لك حكيتي له. مو هذا موضوعنا. أي شنو الموضوع؟ بيبي، أبيك توخرها عن طريق نبيل. أدري عنه. تدري وساكت؟ بشوف إيش بيصير. أنت شنو من بني آدم؟ شلون تدري وساكت؟ المرأة ما هي راضية توخر عن طريقه. ولا ولدك راضي يوخر؟ ولدي ياهل عقله على قده ما يفهم، يحب أي أحد يضحك بوجهه. عندي شرط. اللهم طولك يا روح اللي هو تشهدين زور ضد طلال، تقولين انه اللي ذبح ابوه سالم. لا، هذا يحيلني بقبري، ما اقدر اسويه. اي شيء تبي اسويه الا هالشيء. والله أعطيك نص ورث نبيل اللي ورث، أعطيك إياه، بس هالشي هذا ما أسوي. أي مالك شي عندي؟ ما يصير يا سالم، المرأة تحب أخوها. شهدي زور ضد طلال. شنو أنت؟ ما تخاف من الله؟